تسمعش من هذاك الريشويات وداك الشيء ديال يعني كيحرك بنادم ومن غيره. هو كاين عدد الناس تماك فرعانين حتى انا كنمشي نجد الضوم حقرا لا عرفتي قال روى الباروش ما عنديش باش تكون نظره معاك وقف تعاملي معايا مزيان شي حافظ هاديك تلقى واحد شي واحد شي حاجه قلتها ليك بلاصتي كتلقى فيها دانونات هادي حليبه كتب الله فهمتي المهم ديباني الوقت رقم 20 خرج وتلاقى مع واحد صاحبه درت في داك الصديق ديالي قلت له خصني شي انسان وهاد الشيء هضر مع الصديقه ديالو قال له شوف الحافظ شي مشات جات لي السيده من هاد القهوه وسيت ربيع شحال هادي باش يشوف ليا شي دريه تكون معقوله بالناس كيف كتعرف ربيع انت ربيع صاحبي قديم ايام الطفوله وانت يا فاطمه منين كتعرفها فاطمة صاحبتي وبنتي رانا والصراحة كنتاق فيها بزاف الصراحة بغيتك الزواج هنا بقينا جالسين مزيانين بخير طيب كنقول لهم ما طيبتش شي وحدة أنا اللي غادي نطيب بحال ما كناش الثقة بقينا غاديين مزيان واحد النهار كنلقى شي جوج مرات لقيت داك مسائل واحد الطواليط عندنا كنلقى داك لما نقولو سميتو سخربيق السكر قلبت السكر الراس ديالو شي سخربيق انا شكيت قلت لهم بلا شنو هاد الشيء قلت الدراري راه يمكن سحور ولا شي حاجه يديروا لنا الناس اللي هنايا تلاح داك الشيء لقيت عاوتاني نفس الديكور ضربت واحد قلت له الله تقول لي شنو كاين بالله بس طرشت بحال هكا بشوي قلت لي راه ديال فلانه قلت لي ماشي حشومه عليك شنو هاد الشيء هذا هو التخربيق اللي كديرو نتوما قالت لي لا والله الا غير حبه القبول هكا وداك التخربيق بحال هكا قلت لها علاش ديروا هاد الشيء اللي ما جابتو بحب جابتو حجاره ولا ما تجيبوهم حبه قلت لهم سيروا بحالاتكم درت فيها بشويه قلت لها العشيه اش العشيه الدراري كيضحكوا عليا قالوا لي مالك كنقول لهم والو وحدين خاصني شي حاجة تابنت عاد ارتاحيت كنمشيو لسبون عومو وهادي كنديو التلج كنديو الشراب ديرة الصبالة ديال التلج عصاد تبرد داكشي كنديو البوطة شكون اللي قال لها هزي هزي هاد الصاك برتفيع اللي مكتهز ما والو هزو نتا اللي بعدت منو قلتلهم ديما يهضر معاها تا واحد وما يهضر بيها تا واحد متصرحلت مشيت واحد تي فيلات والفلوس كانت الفلوس مشينا واحد النهار لصفرو صدقت صدفة تخرجت في عمي عمي قال لي راه واحد واش ما بقيت شي امك بقى عليا بشي هضره بحال هكا قلت له لا قال لي راه واحد خالك كان خدام في بولمان في بولمان تلاقى مو اللي خلاته صغير دخلت على امي على غفله بحال هكا لقيتها هي كتسيق لقيت خويا كيطيب طاجين قالت له شكون هذا ولد فلان عرفاتنيش قلت له ولد حافظ قدك سميت والله ودي أمك وليدي أمي ولكن أنا ولدتيني وحشيني ما لحسكش باك اللي كان كيعذبني ما عرفت واش نبغي نقول لك راه قالت لها أمي باك يقول لها ياخذ الحق عاودت هي كتقول لها ياخذ الحق
لها امي ما عندك لا كبده لا والو ما سولتي ما قلت لها تعذبت شي عذاب الاليم قلت لها خصني غير نشوفك شوف هاد امك كي دايره شي مرة كنوصفك بعد نوبة ناس كنخايب كي دايره هاد امي دابا كتقولي لها ما سامحتينيش الله يسامحني ربي تيغي وليا شوف هو اللي واعي وقاري وثقف قالت شكون هادي قلت لها ان شاء الله الخطيبه ديالي ولدي شنو عجبك فيها كي دايره قلت لها الزله زين الفعل بقات بالزين السيده صافي عجباتني اش قالت لي عليها واخا تكون عروبيه ولا بحال بحال عندي انا ولفتها صافي ما عندي ما ندير مشات هي فاش مشات تزوجت بهاد السيده هادي طلعنا للسوق ديال النواحي ديالهم فرحتو بزواج وما كملاتش حيت مراتو غير حملات هو تشد وهاد المرة جنايات يعني ماشي 3 شهور أو 5 شهور أو عام حتى حاجة وقع لي ما واحد مساعد دريجة الشرطة ايه السرقة بالنشل ديرها هنايا ما دايرتش شي حاجه السرقه بالنشل راه باينه السرقه بالنشل كاع عاقبيه غتقدموني السرقه بالنشل ملي تمشي للجنايات قلت لك يلاه غاتك تقلد بيا وتصيفطني انا للجنايات قلت لك يلاه قال لي المهم تمشي للجنايات تبغات الحماقه ما داير حتى حاجه هاد الجنايات ما عارف راسي ما دايرش انا كنقول كندير ولكن لا نعترف بهذا الشيء نعترف بحاجه واحده اخرى شي 5 سنين غادي ناخذ يمكن شي 10 سنين ولا 15 عام الناس ما كنعرف شايفهم غير في السجن هذوك الناس عصابه اجراميه شي 4 بهم ولا 3 بالله بقيت انا في حاله فرار وانا تشديت عاد درت وليت هما في حاله فرار قدمتوني داك الناس راهم في الحبس وتحكموا باش 15 عام فهمتي علاش سالت انتقام من هذاك مساعد درجة الشرطه داروا لي هذه المائده قالوا غنتهناو منه زوين تماك سيفطوني عقوبة للوطيطة حبس فلاحي ما بغيتش نخدم قريت بسياتيك طرت الحبس لك الشويات هادي انت كنعاني لدابا انا بسياتيك عندي المعدة سياتيك حبس الجوع هذاك هو حبس الجوع عطاك مطيشة النهار يجيو عندك عطيه مطيشة ديالك كتلقى صحاب 30 15 10 كنقي بلاصة الناس كتلقى الناس غارقين حبس طويل طول ما كانش انسان يتبعو والديه واحد المده كاين اللي غيتبعو العام الاول الثاني صافي جات لا جات الله كينساو صافي انت ما جمع عندهم ما يديروا لقاو تبعهم بلاد البلاد والبعد تتلقى من الحبس انا ضامن ما كليتش 6 شهور كنت كنشوفو غير في التلفاز 5 سنين وفي حبس بعيد فكيفاش بقات علاقته بمراته اللي خلاها حامله ولدات 2 ديال التسوان داز حوسني عند الوالد الحسنية داتا هي صيفطوا لي رسالة إلا راني طلقت قاس هكاك خرجت من 5 سنين مشيت صدرت دبرت سرقت عاوتاني مشيت الخدمة ديالي اللي كندير السرقة بالنشل طلع العروبية كنشوف البنت كنهبط البنت هبطتها شي 2 مرات لعندي شكرا لك كتب الله الاول ملي كنبغي طلعت واحد النوبون بحال فقدت انا ولدي بغيت ندي ولدي نتوما بغيت تعوض ولدي داكشي اللي درتي معايا وعانت اللي عانيت معاك باغي تعوض نوبي انا ب ربي راه عالي وعالم على اي حاجه انا بغيت ولدي قال فيها دي تخرج عليه فعلا الهضره فري تلا قالها راه كاينه غادي ندي فعلا اللي كون دمرته في ذاك الوقت يتدمر هي هذيك ملي الوالد بقى شاد الابن ديالي واحد المده جات اختي داتو مراكش
كيرجع لها الفضل وما نساوش خيرها كبراتو تحس بيا الام ديالو قراتو بريفي تعاملات معاه احسن مجتهد كيدي له واحد الشرف اللي يكمل عليه بالخير والفضل كيرجع حتى لبا وحتى لمرات با والاخت كريمه الله يجازيها بخير وكنشكرها بزاف على داك العمل اللي دارت وداك الانسان ما ضاعش بقى مرة كيزور مو وطلب منها واحد النهار تخطب ليه واحد المرة كيبغيها الجواج الثاني السخط والرضا قالت لي وتديها قلت لها الاولى هذه الثانيه هذيك علاش المشاكل بزاف تالي بعد باش نتقار نشوفها نطلع على امي مع كوركني في نفس الوقت ما نجلس ما كان بات ما والو المفاجاه شحال هذه المخبيه رجع يجي واحد النهار شنو اللي معطفينا يا كاع وصافي حافظ واش بدها ها يا قيتي على الهنا شفرتي وي عشفرت وشنو شريتو ولا تشريتو ملي جاك الشوز وصافي شحال زوين جاب بزاف الله يعافيك شكرا بزاف تزوج بوحدو بالمره الثانيه وولد معاها جوج وليدات وبقى شفر كنطلع من فاس كنركب في الكار ديال الرباط الغزاله نطلع على الرباط كنصبح تما كنمشي لمحل الطوبيسات كندور دبرت وي في ناس هادي اللي كان كنعرف حالاتي بس غادي مستمر على داك عجبني الحال بس حسن ما انا فاس مرقوم بنادم كيعرفوك المخزن كيعرفوك اللهم كنت مع مر الرباط شحال هادي خويتو حتى داك المخزن اللي كان شحال هادي يمكن راه ما بقاش تبدل كنمشي كنجي في حالاتي جيت واحد النهار ركبت واحد الطوبيس لقيت واحد السيده بسطام داك البسطام فيه الوراق واخا فيه الفلوس فيه الوراق ناض السعره في الطوبيس بسطام وقاف ما تحلش الباب عندك وراقيه هادي واحد الدري اللي كان معايا ولا هربوا هبطوا جوج دراري هبطوا انا شديت داك البسطام لحسو غير حدا رجلي هكا شنو زعما تشوفوا راه جا واحد اما بوليسي سيفيل اما انسبكتور الطوبيس غادي لتمارا الرباط غادي لتمارا هزو داك البسطام تصرصينا بحال واحد الكويرة في يدي غير هكا شم فيا الريحة الشراب دي باش انا غن فيا ريحة البيرة ما نطلي اللي انت اللي شي واحد لاحو هنا ولا قلت له انا بعيد من هادشي هذا بقيت كنتعاور كنرد داك السيد اللي كرمو الوليدات وكيفاش وكيفاش راه مراسي مدمرة وما عنديش وليدات وهادي صاحبتها بغات تسامح هي بقات شوية معكسة حتى هي قالت لي قال لها لاكارت ديالك شد لها لاكارت ما كانش لاكارت كانت غاتسامح الأخرى قالت لها راه لاكارت ديالك نتيا هي هذيك قالت له دابا الله يسامح سامح قال لي غير لاكارت ما بغاش قال لها سالي ونعطيوك لاكارت جات بيا الطوبيس على الكوميسارية كورسا نزلت دخلوني عيطت للمرا بقات كتبكي منط منط هكاو التليفون كنهضر غير هكا قلت لها راه شدوني راني فين فين قالت لي الله ربي لما خليت عينيني هادي بقات كتبكي هزات عليا هزوا عليا ولادي ضغط بقيت كنبكي حتى انايا تقهرت كنقول شنو هاد الشيء هذا يا ربي تكون هادي سبب العفو بقيت كنطلب الله قرا القران صافي تلفت قلت يا ربي عطاني غير شي حبس قليل كي غادي ندير صافي اول مره بقيت كنقول نطلب الله كنقول هادي التاليه هادي صافي هاد الشيء ما بقاش فيه ولادنا معذبين وحنا معذبين راسنا ولادنا ما في خير وكي غيطلعوا هاد الولاد يا هذيك
عطاوني المحكمة مداولة، قال بعد سميتك هيا وما يحماق مش مدوز ما مدواش في الحبس ما عمرني دوز. قال لي شوفوا كان داروا البصمات وما فهمتش هذيك هي فين انا ربي داروا البصمات وما فهمتش كيفاش ما تجبدليش الصوابق بالبصمات كيتجبدوا. كنعوج في يدي مره كنديرها ويا ربي السلام ما كاينش فيها ولد الخير اللي هذاك قدموني بلا صوابق. قلت الله قال لي سميت قلت له الدرفيسي حافظ الدرفيسي حافظ الدرفيسي غير مين هكا نقول عندك شي واحد يفرشني في الحبس السلاوين كيعرفوني الرباطيين كيعرفوني اللي واخد عام ونص اللي واخد عام السرقه من الناشل ابو وحدي واخد 3 شهور راه غريبه تبارا كانت كتعطي الحبس 3 شهور 3 سنين في حيدو حيدو لي شهر قربت واحد الرئيس داك الشيء طلعت من راسي مسكينه تمايا وامين كوميساري في المحكمه بدا من طل امين شحال بكيت غير يطلب سكين يشوفني غادي وكان بكي بحال شي صافي ولادي عزاز عليا فهمتي انا يعني دي ولادي عزاز عليا بزاف يا ديك مشيت للشي الدواز كيكونوا مقرين واحد الشويه على حساب داك التمر اللي دواز ماشي شي حاجه كيكون انسان طايب يحسب واحد الانسان طايب يحطك في واحد ويعفو عليك يقول لك موظف يقول لك بارك عليك اللي كندوز مع ولد فلان كاين اللي سالا والديهم واللي كندوز مع ولد فلان هذا ولد فلان ولادهم موظف كيقول لك حافظ شات الشيء المهم دخلت داك السيلون كاين شي المهم 12 الناس 11 الناس 8 الناس خلص دايخ ناقص من الناس شوف المستوى ديالهم علاش شدوك مارك ما بغيتيش تهضر الوقت اللي بغيت تهضر حنا كنا موجودين نستمعوا لكم ونتسنطوا لك الناس من اللي يصلي وكيصلي كلهم قال كيهضر معايا واحد الفقي كيفاش انا دي من نتاكلو من فاس ما عنديش لي واحد ناكل الله يخلف عليك عزيزك بخير قال كيهضر معايا واحد اليزيد واحد السيد جاي علاش شي حاجه هنا الله يعمر راس العاود الضرب الا سوا تعامل معايا كتر خير قال لي تصلي وانا قلت له فين راه داخل انا من الكوميساريه داخل عوال صافي توبة قال لي لا ما بان لي شيء قلت له والله السيد يزيد قلت له هنا بقي ندور بشي حاجه قال لي غير كتقول راه هضره واحده قال لي غتصلي قلت له ضروري غادي نصلي غتبدا معنا قلت له لا تندوش شوف ما نلبس ما عنديش جايب حوايجي اللي لابس صبر حوايجي ونشوف ندبر شي حاجه باش نبدل شي ولد الناس فعلا نقرت واحد السروال قلت واحد سميتو نط توكلت على الله لا وراني ما عرفش التحيه كتبها لي واحد السيد بديت كنحفظ بقيت كنحفظ وحفظت صافر لي الله الدون وكنحطها حدايا حق الله كنحطها حدايا وكنصلي وعاد دخلت دماغي قاسم هذاك الشيء ضرب الراس صليت كناكل في كوميساريات ووالدين طلبت الله قلت يا ربي تسامح لي يا ربي تغفر لي يا ربي هذه التوبه عيطت لمراتي قلت لها اول واحد السيد عنده التليفون قلت لها اول مره واخر مره قالت لي لا غير كتكذب غير كتهضر قلت لها والله الحرام لا باقي درت به لي ما باقي نوصل له والله ونعرف نقطع يدي قلت لها ما نحيدهاش راني ماشي راجل قلت لها يدي نحيدها اللي غتحشى في جيب ديال شي واحد الله تنصلها قلت لها انا غادي نشوف خرجت Thank you.
كرت في التراب ما عنديش. درمي الكونترول جبت له بي سورسي قلت له تخرج من السجن ما هضرش معايا ما عمرها ثلاثة هو بغا يشربني هبط لقيت بنتي مسكينة مازال ما نعساتش تسنى بابا صغيرة وما نعساتش صافي بقيت غادي هكاك مستعمر بها خير ما عنديش وكنمشي نقصد بنادم ما راضيش نقصد شي انسان نقول له تعامل معايا راه ما عنديش وياه ألف ريال هذا 100 درهم كيقول لي انت دوزتي الخير انت كنبغيتي دير انت كنتي مقطع انت ديت انت كنقول له غير حرام 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 بالناس ديال الناس متبوع هذا ما كيمشي له رزق واش كيقول كيقول الشكوى والله لا ياخذ الحق واش غايقول لك واحد الانسان سير الله يرحم الوالدين بس كنقول لمراتي راه ما نعرفش الا ودي شي واحد راه مازال شاده فيا ولا ما عرفتش كتعكس عليك من اي طريق ومن اي جهه علاش راني مشى لرزقه مشى لعقله الانسان كيقلب على رزقه ما كيلقاش غايقول لك يا عم راس لا والله يرحم باك سير الله يلقى لك الشكوى بك الله لا بغيش يجرك عاصر راه كيدعي فيك راه ما نعرفش نقول الحمد لله ملي كتخرج لي القضيه هاك كتخرج من الحبس وكتخرج بقيت غادي 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 حتى واحد النهار تسولت المؤسسة سيادة الإدماج طلعت لعند سيب الماحي طلعت للرباط الناس ساعدوني قالوا هذا مولا وليدات الشكل ديالو القصة ديالو داكشي اللي عاودت لهم صيفطوني حالة خاصة قال لك دابا دير لك دوسي داروا لي دوسي بقيت كنتسنى قال لك انا راه تجي وجا سيدنا الله ينصرو استقبلنا أحسن استقبال جاتني أنا قداس حصل لي الشرف قسما أسيدنا الله ينصرو مع الملك الهضرة معايا جاتني فجأة أنا قبل ما يدخل بكيت حق الله إذا بكيت أقول الله علاش ما نويتش أنا قبل سيدنا ونهضر هكاك صافي استفدنا بدوك المشروع ديال الصناك عطاوني ثلاجة سيدي علي الله يجازيهم بخير عطاوني قرية دلادة مزيانة إينوكس عطاوني فيترينا بشي مليون وزايد عطاوني طواوي غاليين عطاوني كوكوت مزيانة من المسائل ديال الصناك جاهزة زعما درت غير صناك درت له بيا دوارة أحسن طياب نطيب عندي مع الطيب ولكني جد لجد الله ما جيت ولا موقع جيت حدا الريستورات والناس قدام تما كان جاي براني بلاصه واحده اخرى صطاليت تما ما جاتش تخدم مع ثمانيه الناس تسعود الناس الماكله كتبقى لي سنين اللوحه خدمت وجابش الله مراتي كتبكي ملي كنت نرد قلت لهم كي ما صافي فرصه وحده ورا كاين الناس بزاف اللي مدوزين ما كاينش غير انا ديك صيفطوني الفاس قال لي سير ويعطوك تريبورتور بقيت كنتسنى فعلا دازت واحد المدة شدي 99 ريبورتا كتر خيرهم راسي الثانية الله يعمرها سلعه انا ديك المرا كي بغي جازيها بخير وكتبغيني وحاس بها كتبغيني بزاف حتى انا كنبغيها انا مراتي كنبغيها كنبغيها فوق الجاد كاع ما كنبين لهاش مرارا كتقول لي واش كتبغيني ما كنبغيش هي باغي تعرف هاد النقطة كنقول لها علاش نقول لك كي بغيت راك تعرف فيه كي بغيت انا كي بغيت راه غير التصرفات ديالو بمعامله قلت لك كنعرف كلشي قلبك حنين بخير عندك عزاز ولكني خصك تبين لي كل لا قلت لك غادي بحال غنوصلوا بزاف ديال المشاكل تبقى شي مشكل بسيط غادي فهمتي اللهم كتخليها ديما ما فهمتي ما تعرفش صافي كيبغيك انسان راه كيبغيك راه باين كيبغيك ما كيبغيكش راه كنخليها ديما فهكا كيبغيك راه باين كيبغيك انت خصك تفهمي انا قصيب ولادك وكان التليفون تسمع عندها شي تليفون تسمع شي حاجة شي كان ناف كلها التليفون ما عندناش عندنا تليفون واحد ما كاينش ولادي تعطل عليهم عرفتي كيديروا ملي كيسمعوا غير صوتي بلا نفاق بلا كذوب بلا شي حاجة احسن بابا وقلبك حنين وعزيز وي كنضحك كنقول شكون اللي زوين بابا ولا ماما بابا قلت لك تقول لي دور وجهك لي كتقول له بلاني كتعيط ضحك انا موافقين بالضحك وفيها عاوتاني كتقول لي بابا وماما امين كيقول لي بابا وماما كنقول له هكاك مزيان كاينش الفرزيات
من السجن هي كلمة كبيرة على الطفل صراحة، هي كلمة كبيرة بزاف على الطفل. وحتى المشرع والقانون المغربي مشى في هذا التوجه، كيقول بأن السجن خاصو يكون هو آخر ملاذ كيمشي ليه قاضي الأحداث باش كيوضع. أنا كنتكلم على الأحداث باعتبار قضية الأحداث، يعني أن السجن كيكون آخر مرحلة نقدروا نوصلوا لها، ولكن في بعض الأحيان كيكون القاضي مضطر أنه يودع هذاك الطفل في مركز الإصلاح والتهذيب، لأن الأطفال قل من 18 سنة ما كنوضعوهمش في السجن ديال الكبار ديال الرشداء، كاين مراكز ديال حمايه ديال الاصلاح والتهذيب، ولا في بعض الاحيان كاين في السجون اللي ما كتوفرش على مركز الاصلاح والتهذيب، كاين في بعض الاماكن اللي كتكون منعزله. فالقاضي الاحداث ملي كيكون عندنا واحد مجموعه ديال الاكراهات، لان ملي ما كنلقاوش فضاء فين غادي نوضعوا هذا الطفل، مثلا قله مراكز حمايه الطفوله، ما عندناش مثلا الاسره اللي غادي نرجعوا لها هذاك الطفل، كنلقاو هي عندها مشاكل، هي هذه الاسره كتعيش واحد الهشاشه، كتعيش واحد يعني واحد المشاكل اللي داخل الاسره. في بعض الاحيان كيكون الاب نفسه كيتاجر في مخدرات او كيدير السرقه او كيدخل للسجن، كتكون الام ما كايناش في البيت. هنا كنشوفوا بان ضروري ان هذاك الطفل يتوضع في واحد المكان بعيد على العائله، والسجن ما كنوضعوا فيه الا ملي كتكون حالات العود كثيره، لان ملي كيخرج الطفل من المحكمه كيعتقد، كاين واحد الثقافه عند الناس كيقول انا ولدي خرج من المحكمه يعني ما دار والو، ما كاينش مشكل، ما عندوش جريمه. هنا كنجيو عندنا واحد 10 ايام 20 يوم كيعاود يرجع لنا بجريمه اخرى. ملي كيرجع لنا هذا الطفل كنعرفوا بان راه ما كايناش اسره نهائيه اللي غادي توفر لنا الحمايه لهذا الطفل. وحتى مراكز حمايه الطفوله كيكون كثره الفرار، فملي كنجيو كنلقاو ان الا ودعناهم في مركز الاصلاح والتهذيب كنلقاو ملاذ اللي ما عندناش عليه اختيار. هذا هو السبب اللي كيخلينا نودعوهم في السجن. ولكن انا دائما تنقول بان السجن راه ماشي المكان الملائم للطفل، بالعكس المكان الملائم للطفل هو المكان اللي غيتاهل فيه مهنيا او يتابع الدراسه ديالو فيه، ولكن عندنا اكراهات اللي كتخلينا كنودعوهم في السجون. السيدات والساده، كيف شفتوا حفيد كان عليه قطع طريق طويله من الغلط والعذاب، ولكن الحمد لله تاب، وهو الآن مركز حياته ومكرسها لوليداته، بغي متعهم بالحب اللي ما عمره حصل عليه، وخا الوقت شوية مزيرة والرزق قاصح، ولكن دابا يفرج عليه الله ويلقى الاستقرار ويلقى السعادة. في الحلقة القادمة تشاهدوا الحليب وحنا غير سمرين. هذيك الوقيته تاع الدبس ما كاينش حامي ليا. طيب تهضركم كاملين الحبس.